رايحين ناكل ايس كريم. كنز جبارة يعني. في الاسبريسو فرابي بتاعي. زيك يا جماعة بتضحكني خالص. سوبر هوت. تعال راني. وصلنا يا جماعة أمورينو. أحلى آيس كريم إيطالي. بيعملوا حاجات جميلة وجبارة هنا. بيعملوا وافل وكريب. بحب قعدته جدا. طبعا عرفت الكوفي جبارة. هنا بقى الآيس كريم بشكل الورد والماكرونز جبارة يعني. يا جماعة مش غراسياس. كريم احسيت يا جماعة وانا بجرب. كوفي مع هازل نوت شوكليت مع كوكونات فانيلا أو ميلك. تسألني عايزة كلمة؟ أوف كورس. أنا طالبة عشان دي.
the test. Very nice. Yeah, it's very nice. قلنا نتمشى شوية للريستورانت لسه بشرب في الاسبريسو فرابي بتاعي صراحة كبير قوي مش قادر اخلصه. دي ميزة ان انتوا تبقوا عاملين دايت لفترة وتيجوا بقى تاكلوا او تشربوا حاجة تقيلة بطنكم بتقفل بسرعة. اوريكم الشوارع. احنا في منطقة اسمها سان ميغيل دي اندي فيري تورستي وانتيك ستايل. تحسوا ان هي سيتي كده صغيرة نظام الانتيكس الحاجات القديمة. كل العمارة والمباني هنا على شكل ارت. في امريكان هنا كتير جدا. معظم الامريكان بيجوا يعيشوا هنا لان شكل البيوت طبعا فخمة جدا وبالنسبة لهم الحياة بتبقى أرخص بكتير من أمريكا. يا جماعة بتضحكني خالص. The music قوي. Yeah. Make you feel homesick. بنتكلم على الأكل اللبناني يا جماعة. But before we were in Indonesia, over Christmas and then in Egypt. طبعا يا جماعة أي مكان أي بنزوره لازم نزور المطعم اللبناني. فكنا بنتكلم معاها بتقول أنا على طول بروح المطعم اللبناني جذورها أو أصولها لبنانية بس هي عمرها ما راحت لبنان. هي بدأت تتكلم معانا. بصراحة أنا بحب اللبنانية جدا وهي شكلها لبناني خالص لأني بحس إن هما اللبنانية كده جلامرس كده شايني. فقعدنا نتكلم معاهم وصراحة اتبسطت جدا يعني. مور الطبق التاني يا جماعة بصراحة جميل. اوه سوبر هوت. خلصنا اكل يا جماعة واحنا ما اكلناش حاجة تقيلة بس مليانين. ابدأ الساعة بتاعت الابل ووتش ونمشي 7 كيلو عشان نجري. صراحة يا جماعة الشمس كانت عاملة علينا وخدنا اوبر للبيت. اشترينا شوية حاجات من الكومير خضار وفاكهة وسويت بوتيتو. انا بيربل بوتيتو اولسو. اي بوت بيربل بوتيتو. سبوت اول واتش اون. خدت الناب بتاعتي يا جماعة. عملت يوجا نيدرا ولسه نايمانة. لبست الفيست بتاع الرانينج بحبه عشان بقدر احط فيه هنا الهيدفون الموبايل والهيدفون وفيه مية. يعني انا ماشية من غير شنطة ولا اي حاجة فمستو ان انا المية على ظهري. فبحبه نروح نتمشى شوية نحترم نفسنا. مشي نايمانة خالص بس يلا هنمشي على اقل ساعة. See his head? Yeah. And that will. Really? Yeah, we'll go to you.
whole. Yeah, fancy home. No, what is this big thing? Huge bird. Did you see him more? There are two, that's why. Did you see him more? There are two. Oh my god. No, what is this big thing? Huge bird. Did you see him more? There are two, that's why. Are there? Look. Oh yeah. Oh, eagle. No, it's like a peasant. Peasant? No, it's not a peasant, it's a vulture. It's massive. Yeah, two, there are two. Yeah. Oh, there's plenty. Do you see the other side? Oh, this white one. See, guy? No. That's what I told stark, you. Stark, stark. Yeah. Oh my god. Why they are all here? Oh, really? That's. Oh my god, there's plenty. Yeah. I don't care. Oh my god. Oh my god, can you see that? Oh, huge. Oh my god guys, ماشيين بنعمل هايكنج ولقينا الطيور دي. واو. Woohoo! Is it eagle this one? No. Your mom would be pleased here. Woohoo! Look at the sky! So lovely! Looking at us! Skinny pup-pups. Oh, sniffing us if we have something. Next time I will bring you some of Sophie food. It's okay. Huh? Oh, look at the tail! It's skinny. Not too, too skinny though. Yeah. We're getting by, but this is as poor, I think, as you can get here. Yeah, next time I will bring you food. Here. Imagine in the rain. Well, yeah. في ناس هنا عايشين زي خيم كده صغننة وهو ده الكلب بتاعهم اللي بيحرسهم. And they put the... خلصنا كيلو وهنرجع تاني. Cute, you guys. Hi. Hello. Hello. Sniffing, sniffing. Oh, cute, you my friends. Bye. That's it. That's the shaft. Cuidado con el tren. Yeah, these people lucky to be on the garden directly.